المفروض نشارك في اي احداث رياضيه عشان نشجع الناس كلها انها تجري ويحافظوا على صحتهم. الرياضه المفروض بنستخدمها لحل المشاكل، لخدمه القضايا الانسانيه، للرعايه الصحيه، لدعوه لمكافحه المخدرات، حاجات مهمه كتير نقدر نعملها. يعني مبسوط جدا بالمشاركه ديك، وطبعا يعني زي ما حضرتك شايف الناس كلها مبسوطه وفرحانه، وطبعا يعني العمر مجرد رقم، وطبعا في ناس كبيره في السن مشاركه معانا، ودي حاجه جميله جدا. ان الرياضه اهم شيء، والجري حاجه جميله جدا. هي حاجه لطيفه جدا ان سياده الوزير بينزل يشجع الشباب ان هم يشاركوا في الرياضه، وخصوصا الجري ان هي اسهل رياضه هي الجري اصلا. فحاجه لطيفه جدا ان هو يكون موجود وبيشجع عن ان احنا نعمل رياضه وننزل نجري. وجوده بيشجعنا اكتر كمان ان احنا ننزل ونعمل حاجه زي كده، ومش اول مره يكون موجود معانا في حاجه زي كده. الدوله مهتمه بانشطه كتير قوي تخص الرياضه، وكمان يوم المراه مش النهارده بس، كانوا منزلين ماراثون عجل عاملينه للمراه وكمان شاركنا فيه. وكمان وزاره الشباب والرياضه بتوفر عجل للشباب بسعر مخفض، بلس كمان ان هي بتساعد الشباب في المراكز، بتفتح مراكز ويعني شباب والرياضه كتير في كل الاماكن مختلفة، وبتفتح نوادي، وزي ما شفنا في الأسمرات وتطوير الملاعب، ومثلا في جامعة حلوان عملوا تطوير للملاعب هناك. والنهاردة الوزير بيشارك الشباب، هو شاب من الشباب معانا بيشارك في ماراثون للجري. دي الجري ده من أبسط الرياضات، كمان هي بتمنع أمراض كتير وبتمنع الاكتئاب. فالجري مش رياضة على قد ان هو رياضة وعلاج وحاجات كتير قوي. احب اشكر معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي على المبادرة اللي بيعملها، ودايما بيعمل حاجات بتفرح الشباب. مبادرتنا احنا بدأت من 2018 تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية استاذ دكتور اشرف صبحي. ودايما يعني انشطة، هي كانت بدأت اصلا عشان توسيع المشاركة الشبابية توسيع القاعدة الشبابية لمشاركة الشباب. فيعني بدأنا عشان نروج لأنشطة الوزارة، في أنشطة ثقافية ورياضية وفنية، على طول بننزل تنظيم إيفنتات، عدد كبير موجود والإقبال كان كبير. هو أصلاً الماراثون كان سببه اللي هو يعني تشجيع للشباب، تشجيع الشباب على الرياضة. فعلشان كده بصراحة المشاركة لا كويسة جدا والإقبال كبير جدا الحمد لله. والله مبسوطة، وكمان علشان الوزير بيحفز الرياضة والشباب، وانا شايفه ان في تنظيم، وبالذات ان هو بيدعم الشباب الصغيره ان هو يبدا ان هو يشارك في حاجات زي كده ما كناش بنشوفها قبل كده. فدي حاجه كويسه يعني بالنسبه للرياضه بالنسبه للشباب. بصراحه انا من اول ما وصلت وانا مبسوطه قوي، لان لاحظت ان مش بس الشباب هي الموجوده، لا ده في فئات كتير قوي من سيدات كبار واطفال ورجاله كبار. فالحاجه دي بسطتني جدا ان الماراثون ما كانش مقتصر بس على الشباب يعني كسننا احنا بس. والنهارده شارك في الماراثون من 1500 ل 2000 شخص، فدي حاجه كويسه جدا بتؤكد ان الماراثون وصل لعدد كبير وان المبادره شغاله. وبجد بشكر سياده الوزير دكتور اشرف صبحي على دعمه لينا والمبادرات والحاجات الكويسه اللي هو بيعملها لنا وبيحفزنا عليها. والله احنا بنبقى مبلغين الناس يعني من بدري، وبننزل على السوشيال ميديا عندنا، ولقينا الحمد لله تفاعل كبير جدا، وكذا حد قدم على اللينك. فدي حاجه بسطتنا جدا ان الناس متابعينا وان شغلنا وصل لاكبر عدد من الناس. ومش بس الماراثون شغال النهارده في القاهره الكبرى، لا ده في محافظات كتيره جدا فيما يعادل 24 محافظه. فدي حاجة كويسة جدا جدا، وشكرا بجد لوزارة الشباب والرياضة على الحاجة الجميلة اللي هم عاملينها لنا.